زي كل يوم اربع يعني شيف محمود مجموعه من الطبخات والاكلات الجديده جدا، بالذات العيش اللي هو هيعمله النهارده اكثر من رائع، لان احنا طبعا كان لازم نعدي عليه. شيف محمود اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذه مفيده واستاذه اميره، منورانا في المطبخ. ميرسي وكل اللي بيتفرجوا علينا. ان شاء الله الاكل النهارده هيعجبكم. انت ممكن تقول لي الاسامي الحقيقيه للاكلات؟ لا، هو السمك هو واخد الطابع الايطالي شويه، لان في ريحان وفي زيت زيتون وخل بلسمك، فواخد الشكل ده. فانا لما لقيت السمك ده عجبني قوي وقد ايه سهل وخفيف، فقلت اعمل جنبه عيش واخد الطابع الايطالي برضو. العيش اللي انا عامله النهارده هو ممكن يتعمل ببقايا عجينه البيتزا، وهو بيسمى في ايطاليا فوكاتشا. ممكن روزماري اخضر، مفيش، انا جايب زعتر مجفف. يعني طب نقول مقادير اكل عشان ما نتوهش. يلا نبدا بالسمك الاول. يلا السمك مقاديره كالاتي، هو بالريحان والطماطم، نص كيلو سمك فيليه وبصلايه مفرومه وفصين ثوم ومعلقه كرفس وملح وفلفل ومعلقتين زيت زيتون ومعلقه اوراق ريحان اخضر وطماطم شيري اللي هي الطماطم البلي الصغيره وكوبايه مرقه ومعلقه خل بلسمك ومعلقتين دقيق. مرقه ايه؟ مرقه خضار. مرقة يعني بتبقى طعمها حلو قوي. مع انا بغض النظر عن مرقه ايه، انا وانا بكتب المقادير كنت هكتب شوربه، كوبايه شوربه، فافتكرت ان استاذه اميره معانا النهارده وهتقولي اسمها مرقه مش شوربه. طبعا اسمحوا لنا، انا معانا كل اصدقائنا اللي على الفيسبوك اللي بيتكلمونا في فقره المطبخ، منهم احسان، هي زعلانه جدا من فقره المطبخ، وتكتير من اصدقائنا فقره المطبخ قصيره. احنا بنعتذر، لكن احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نكمل البرنامج وقت الفقره مع الحوار مع ووقفات فقره المطبخ. بالظبط. والله مش انا السبب يعني. والله مش انا السبب. بصي احنا عملنا ايه، رشينا رشه دقيق على قطع السمك. أوكي. ورشه ملح وفلفل ورشه زعتر. زعتر. ونقلب القطع دي كده. تمام. ده سمك فيليه ايه؟ سمك عادي وقار بتاع كده. وقار ينفع، قشر بياض ينفع، بولتي ينفع. طب ولو سمك صمام؟ ولو صمام مش نفس النظر ولا لا؟ حبوش ابدا. بصي هو الصمام هيبقى حلو، بس خلينا بس بسال سؤال. ينفع طبعا. طب كل انواع السمك تنفع. طب بس خلاص. ورشه الزعتر الخفيفه كده. يبقى على الوشين. وملح وفلفل. وملح وفلفل. احط لك ملح وفلفل؟ حطي ملح وفلفل. بصي زيت الزيتون. اوكي. كده. حط معلقتين كبار كده حلوين. هو في ملح وفلفل بتحط على السمك؟ ملح وفلفل على الاكل عموما. هو احنا بنعمل ايه؟ انا اول مره اصل. لا عادي، في ناس كتير تعتبر ان السمك يتحط عليه كمون مش فلفل. ايوه صح. بصي ماما فهمت كده. هو صح كده. اصل اول ما قلت انا هقول للناس ما بتحطش عليه فلفل. ملح وفلفل، ملح وفلفل لازم. بصي انا خفت بس ادي معلومه غلط. لا معلومه صح كده. اوكي، هنخلي ثلاث قطع عشان يبان الشكل حلو. اوكي، وبعدين نحط فصين الثوم. صحيح. اللي هيدوا ريحه حلوه، ومعلقه من البصل كده. وده وقت الكرفس. الكرفس الاوراق بتاعته مهمه قوي، مش العيدان. في السمك الكرفس يكون الاوراق بتاعته. انا بحب الكرفس الافرنجي في السمك يا محمود. لازم، عشان الكرفس الافرنجي كبير وعروقه كبيره وورقه. هو هنا مش مستعمل عروق. عشان الكرفس البلدي عروقه رفيعه. في السمك يعني ده غير في السمك المحشي او لا، ما انا فاهمه برضه احب الكرفس الافرنجي. بصي انا مش عايز السمك ياخد لون، انا عايز السمك مجرد يدبل بس كده، يشم النار. يشم النار بس، وبعدين كده. طب هنعمل ايه بالبصل والثوم ده؟ هيدبل برضه. هيدبل. بصي الثوم انت بتحطه طاجن ده محمود؟ ها بس لا، هيستوي هنا. هيستوي هنا. اوكي. بصي مجرد ان هو ابتدى يدبل كده، في الوقت ده بنحط على كل قطعه سمك نقطه من خل البلسمك. ده بتدي طعم حلو قوي. حلو ده. ولازم ان احنا بنعمل اكل ايطالي النهارده. ده اللي بيميزه. كويس. وفي نفس الوقت ناخد واحده ريحان كده، ناخد الاوراق بتاعتها. تجيبه من الجنينه بتاعت المحطه؟ ريحه الريحان ده بتاعنا. هو انا سارقه من عند محطه ثانيه. هم محطه ثانيه جنبنا. انت بتحط الورقه بس ولا الزهره كمان؟ لا الورقه بس. لكن الزهره لا. لا الزهره لا، الزهره باخدها بجففها واخد البذور بتاعتها ازرعها، بزرعها ورا. اوكي. بيزرق بقيه المحطات. بنحط كده شويه الورق الريحان ده. انا هنا وابتدى هو ياخد ريحه الخل وريحه الريحان. ابتدت تطلع والبلسمك اشتغل اهي. في الجنب من الجوانب دول نحط الطماطم دي. الطماطم دي لما بتستوي هتدبل وتنزل ميه. الله، ريحه حلوه قوي يا شيف. الخل وزيت الزيتون والريحان، هو ده الطعم. وهو ده هتسيبها صحيحه كده ولا هتهرسها ولا هتشوفها ولا اي حاجه؟ لا هنسيبها صحيحه، هتستوي
وانت بتاكلي هتاكلي وانت بتاكلي هتاخدي قطعه سمك مع ثلاث اربع طماطميات، انت مش بتاكلي اكل مسبك عشان يهرس. لا ما نفعش. طب انا بقترح تبقى تشكها بس. اوكي. طب انا عايز اسال الشوربه دي امتى بقى؟ حالا. دي شوربه ايه؟ دي مرقه خضار. مرقه خضار. خضار. خضار ولو في عندنا مرقه سمك خضار. اوكي. لأن أنا... بس بلاش فراخ او لحمه. لا طبعا. اه بالظبط. لا خليني مرقه خضار علشان ابقى انا ايه ما وعدكش ان انا اعرف اتصرف. بالظبط كده. خضار اي حاجه. هنسيب دول يستوى على نار هاديه وهنتابعهم. أوكي. انت هتتابعيهم. حاضر طبعا المساعده الشاطره. تحت امرك يا باشا. اوكي. وندخل على مقادير العيش, العيش اللي انا عامله النهارده. العيش ده مقاديره سهل قوي وما تستصعبوش الموضوع في البيت قد ايه مفيد وقد ايه حلو قوي ان كل ست بيت تخبز يعني تخبز حاجه بايديها. انا هاخد العيش ده اعمله النهارده بالظبط. اتعاملوا معاه معامله الكيك. ايوه كده مفيد. انا مقتنع بوجهه نظرك. بس استنى ما يتبل. كوبايتين ونص دقيق. ما احنا عندنا وقت. اوكي. وكوبايه ميه وربع كوبايه زيت زيتون ومعلقه صغيره خميره ومعلقه صغيره سكر ورشه ملح ومعلقه زعتر مجفف وزيتون شرايح وتوم شرايح. ده للي حابب يدي شكل للعيش من فوق. عايز اقول لكم العيش رائع تحفه. بصوا يعني احفظوا الطريقه بجد. كوبايتين ونص دقيق. مهم ان الدقيق يكون منخول. احنا نخلينه طبعا وبنحط معلقه صغيره خميره عليه كده. دي نفس عجينه البيتزا. نفس عجينه خميره ايه يا محمود؟ يعني نفس عليها ايه؟ خميره مجففه. خميره مجففه. ولو عندنا الخميره خميره مجففه او خميره فوريه. ولو عندنا الخميره بيره بتاعه الافران. نحط قطعه كده حوالي معلقه كبيره. لا احنا نجيب المجففه دي. ونحط معلقه السكر كده. اوكي. ورشه الملح. هو ملح وفلفل. اوكي. لا ملح بس. ملح. ملح بس كده. يا دوب رشة الملح. وده عمال يغلي. ها ايوه بس عشان بس بيتهري. ما تقلبيهوش عشان بيتهري. ونحط زيت الزيتون كده. ده ربع كوبايه زيت زيتون. ونبدا ايوه وربع كوبايه زيت زيتون بالظبط. ونبدا نضربهم ضربه كده وهم بيتضربوا كده نحط كوبايه الميه عشان يلف عشان العجينه ما تزرجلش. ما يزرجلش يلف. وممكن تحط الزيتون بقى. لا الزيتون ده الحاجات دي على الوش. انا هوريك ازاي بقى ايه بنتعامل ازاي مع العجينه دي. بصي بنتعامل ازاي بقى مع العجينه دي في الجزء ده. هي العجينه يعني فاضل لها هسه حاجه بسيطه. بتعرف ازاي يا شيف؟ يعني انت دلوقتي لما فتحت انا عارف خبرتك. حسيت ان هي مفروله يعني انا في لسه ما لمتش على نفسها. ملمومه. لازم تلم على نفسها. هي مفروله. لو ما عندناش العجينه دي بايدينا في الاخر هنوصل لقوام العجينه بتاعه البيتزا. اوكي فهمت. اوكي. الاحساس وانت ماسكه العجينه زي الجزء ده كده. زي الجزء ده بالظبط وانت ماسكه العجينه. طري وفي نفسك ماسك نفسك. بالظبط كده. بصي اهو. تمام. ده شكل العجينه. العجينه وبرده بكرر دي نفس عجينه البيتزا لكل الامهات اللي عايزين يعرفوا طريقه عمايل عجينه البيتزا. دي شكل العجينه. طبعا احنا بنسيب العجينه دي تبقى تخمر لمده نص ساعه او ساعه. تخمر. في الاخر ده بيكون شكلها بعد ما اتخمرت. بصوا قد ايه هشه العجينه. وهو ده اللي احنا عايزينه. وصفت كده. انا او صفت بالظبط كده. هنتعامل بايدينا في العجينه دي كده بنلمها كده. ونحط العجينه هنا على الرخامه. وناخد ازازه زيت الزيتون ونعمل نحط معلقه في الصينيه. انا جايب الصينيه دي مخصوص. انا مش عايزكم تعملوا دي في صاج كبير او صينيه كبيره. انت عايز نفس زي البيتزا. انا عايز نفس المقاس ده عشان تتلم وتبدا تدخل تفش تفش كده زي الكيكه. تدخل تدخل زي الكيكه تعلى. بندهن زيت زيتون كده معلقه زيت زيتون ونحط هنا برده تنفش تنفش ونحط نقطة زيت زيتون كده على العجينة ونعمل كده بإيدينا. تمام. مش محتاجين الـ 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 النشابة. لا مش محتاجة حاجة كده على طول. وبعدين نحطها في الصينية كده. تمام. ونبدأ نوزعها بشكل مظبوط. وبعدين بصبادة كده نبدأ نعمل كده الضغطة دي كده. ليه بقى؟ الضغطة دي بتخلي بتحوش من الزعتر وزيت الزيتون. فكل قطعة ممكن تقطعيها يبقى فيها زعتر وزيت فيها زيتون. زعتر وزيت زيتون. اوكي. نعمل كده. تمام يا شيف محمود والله. كده وتحطي شوية من الزعتر كده. وتحطي كمان معلقتين من زيت الزيتون. عشان تخش في الاخرام دي كلها. عشان تخش في الاخرام دي كلها.
وبعدين لو عندنا انا لما دقناها متهيألي انك حاطط ملح على الوش كده. اه هنرش رش ملح في الاخر، بنحط شرايح الثوم كده، ولو عندكم زيتون شرايح ممكن تحطوا، هو ده اللي محدد بس بسيط يعني. لا لا والملح والتوم. رشه الملح ده مهمه قوي بالذات في الفوكاتشا في العيش ده. العيش ده فيه انواع عيش كده تلاقيها عليها رشه ملح من فوق بعد ما تستوي. طبعا انا بفكركم ان في الاثناء دي السمك عمال ايه بيشكشك في الميه بتاعته. ده ملح نعمه محمود، ده ملح نعمه خشن. يفضل ان هو يبقى خشن مش كده؟ يفضل ان هو يبقى خشن. انا قلت بصي خليه ليه بقى ليه 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 عشان ملح الخشن بلورات كده تحسي بيها، بلورات انت تحسي بيها وانت بتاكليه. ممكن غير الملح الناعم صفت قوي. انا وانت كده هاتي ورقه ريحان. ورقه ريحان ورقه ريحان ورقه ريحان اهي اديله الحديقه حزمه ريحان في الاثناء دي. انا بفكركم ان احنا بنعمل السمك بيشكشك مع الميه بتاعته على راي الاستاذه امين. قلتي قلتي انت عايز اقول لك ان ده بيقعد في الفرن لمده نص ساعه. ايوه ودرجه الحراره بتكون 200 200 اوكي نص ساعه 200. بتحطه في النص ولا تحت ولا فين؟ في النص على الشبكه اللي في النص على الشبكه، والفرن يكون شغال من تحت بس مش من تحت فوق. اوكي اوكي بنحط ورقه ريحان كده ونحط كمان معلقه والملح زي ما اميره بتقول ملح خشن بس عشان حدش يكتر منه عشان ما يحدقش. ندخلها الفرن وهجي لك دلوقتي حالا اوريكي شكل العيش. ايوه طلع لي العيش. خد انت عايزه طريقه عمل. انا عايزه المقادير دي علشان هشتغل عليها. اوكي اوكي وده شكل العيش بايه؟ بالريحان. اوه بالريحان طبعا انا ومفيده اتفقنا ان احنا اللي هناكل العيش ده. بص انا عايز اوريكم شكل السمك كده. واحد هو ما بياخدش وقت. 5 6 7 2 لاميره والباقي ليا. عيب مفيده التفاني يا حبيبتي وانا بهزقها بس هما اتنين ويلا اديكي اكبر اتنين والباقي عشان فرق الطول اللي بيني وبينك. بصي هو غالبا ده هو نفس الشكل. هو كويس قطعه السمك مع زيت الزيتون والخل بالسمك. انا عايز اسالك سؤال، انا بقى اعرف منين ان هو استوى؟ هو اوريدي استوى يعني. ده مفيد السمك من الهوا دبنة يعني لو شلتيه كده يفرفر. انت هو بتحسي على طول. عايزه اقول حاجه، انتوا بتتعاملوا مع السمك اكنكم شوفوا بتاخدوا البضايه بتاخد وقت قد ايه في السلق بالظبط، من 6 دقائق ل 7 دقائق. نفس الموضوع السمك الفليه والجمبري وانتوا بتسووه في طاسه على النار من 6 دقائق ل 7 دقائق. طلع لنا عشان ندوقه سخن كده من فضلك. اوكي وده الشكل النهائي طبعا بتاع عارفه السمك ده لو سبتيه زياده يعني يفك من نفسه ما تعرفيش تشيليه. يفك بالظبط كده. ده شكل الاكل. السمك الفليه والخبز بالزيت الزيتون والزعتر. اجمل حاجه في اكلاتك ان هي بيبقى طعمها حلو وشكلها حلو. بالظبط. من هنا والشفا لكل اصدقائنا. بشكرك شيف محمود. والريحان. والريحان. بشكرك يا اميره. وانا كمان. كل سنه طيبه. وانت طيبه. هابي ويكند لكل الناس. كل اجازه سعيده ونلتقي يوم السبت على خير ان شاء الله. نشوفكم حلقه جديده. طيب. وحلقه جديده ان شاء الله يوم السبت الجاي، والستات ما بيعرفوش يكذبوا ابدا خالص والله. والله العظيم. اطلاقا.